السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على جميع المتابعين. هنا شيفيل ماليبو موديل 64، هذه أول سيارة نعرضها في الرياض في مزاد صفقة. اتصل ونوصل عندك. شيفيل ماليبو 64 كاستم كوبيه باب واحد، السيارة عليها لوحات سعودية، ماكينة LS3 جير توماتيك. راح نشرح لكم جميع المواصفات والملاحظات اللي على السيارة. 64، لما تقول 64 تتكلم على الكلاسيك، طبعا تتكلم على الكروم. الكروم هنا لا يوجد مشاكل يا اخوان، انتم شايفين طبعا بالتأكيد مو 10 من 10، لكن حالته فوق الجيد جدا. عندكم بعض الملاحظات البسيطة هنا. طبعا السيارة راح تعرض مزاد اونلاين في مزاد صفقة، صفقة.sa موقعنا الرسمي. الصبغ مجدد الصبغ بالكامل، سيارة كاستم. عندكم كذلك اير سسبنشن، جنود كاستم. يعني سيارة جميلة. الداخلية كذلك راح نوريكم الداخلية بالكامل، وريكم الخارجية اولا. سيارة إذا قالوا لك سبورت كلاسيك هذا النوع هو، ما شاء الله تبارك الله. نوريكم الشبك الأمامي عن قرب، هذا شكل الـ 64. بعض الملاحظات البسيطة في الشبك، ماكينة LS3 جير أوتوماتيك. طيب نوريكم الداخلية الآن. عندكم ملاحظة اللي هي الأنتل نزل جوا فيحتاج له إصلاح، بس في عندكم ساوند سيستم جميل وراح نشغل لكم إن شاء الله. كرومات السيارة جميلة بالكامل، يعني زي ما انتم شايفين يوجد ملاحظات. الآن نوريكم داخلية السيارة. هذه داخلية السيارة ما شاء الله تبارك الله، السيارة كاستم. شوفوا الأبواب بالكامل، الدور بانل مجدد بالكامل. طبعا هذا تجديد كامل في أمريكا، صاحب السيارة يملكها هنا في السعودية تقريبا أقل من سنة، 9 أشهر كذا. ستلاحظون أشياء بسيطة هنا، فهذا يعتبر تجديد أمريكا. هذه داخلية السيارة. هذه حالة المقاعد. المقاعد الخلفية شبه إنه ما حد ركب هنا. في الكاب هولدر كذلك. مقاعدة تنطوي كذا الأمامية. زي الكونسول يجيكم. الكارب جميل مجدد. داخلية السيارة ما شاء الله تبارك الله. تمبريتشر، واتر تمبريتشر، اويل بريشر. عندكم هنا العداد، الفولتج. عندكم البنزين، هذا حق البنزين. مرات يعطيكم انه فل، مرات يشتغل صح. طبعا كاب هولدر اثنين هنا. في ساوند سيستم يشتغل عليه الايربود او كذلك مثل هذا، انتم شايفين. في بعض الملاحظات البسيطة هنا زي ما انتم شايفين، لكن ما تعيق كداشبورد كامل. المكيف، كومبروسر، كل شيء موجود شغال، لكن الثلاجة يوجد تنسيم. يوجد تنسيم في الثلاجة. ماكينة LS3 ما شاء الله تبارك الله. ريديتر ألمنيوم جديد. عندكم علبة الفرامل كذلك جديدة. مقصات كذلك على موديل الماكينة. وعندكم علبة الدركسون، أريكم أدق التفاصيل.
الرجاء مشاهدة الفيديو بالكامل في حال رغبت بالمزايدة. طبعا للمزايدة الرجاء التسجيل ودفع التأمين، التأمين مسترد في حال لم يتم شراء السيارة. عندكم هذه الجنوط، راح نشغل السيارة الآن وناخذ فيها لفة. بس قبل كل شيء خلينا نرفع السيارة، فيها اير سسبنشن يا اخوان مثل ما ذكرنا. هذا الاير سسبنشن زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله. نقفل الكبوت، نقفل. طيب نسوق السيارة يا عامر، ما شاء الله تبارك الله. شيء جميل، دول اكزوست زي ما انتم شايفين. سيارة كاستم وسيارة جميلة صراحة. أي ملاحظات شيء راح نذكره لكم في التقرير. حاب تجي تشوف السيارة على الطبيعة، نسق معنا مع المزاد وننسق مع صاحب السيارة. السيارة مسجلة في مزاد صفقة حاليا، الأنوار شغالة. شوف شكل السيارة من بعيد، ما شاء الله تبارك الله. هذا جزء من أي شخص يملك سيارة قديمة من الشكل هذا أولا، غير على الموديل، غير على الماكينة، غير على التعديل، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. يلا يا اخوان، اي استفسار حياكم. هنا يوجد ملاحظة بسيطة، راح نرفق الصور. وللمزايدة الرجاء التواصل مع الارقام اللي راح ننزلها لكم. بالتوفيق ونشوفكم على خير ان شاء الله.